أرز باللحم والمكسرات، 2 كوب أرز قصير الحبة، ربع كوب سمن أو زيت، 2 ملعقة كبيرة صنوبر، ربع كوب لوز شرائح، ربع كوب فستق حلبي مقشر، حبة متوسطة بصل مفروم، 250 جرام لحم مفروم، ملعقة صغيرة بهار مشكل، 2 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وثلاثة كوب ماء أو مرق دجاج، للتقديم بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنعمله الآن مناسب جدا لأي طبق جانبي رز حابين تستعملوه مع المشاوي، سواء لحم سواء سمك سواء دجاج. ممكن ست البيت تكون عاملة بس تشيكن فيليه هيك خفيف وتقدم جنب الرز، بنبقى بمجهود بسيط عملنا طبق كتير مفيد ومناسب للعزائم أو لوجبات الغداء العادية. خلينا نستعرض المكونات اللي حنحتاجها. تشكيلة من البهار، وحاولوا دائما زي ما اتفقنا أنا وهيماء نجهز كل المكونات اللي حنستعملها قبل ما نقول بسم الله ونبتدي نطبخ. عندي تشكيلة من المكسرات، عندي الصنوبر، اللوز مقطع إلى أنصاف، والفستق الحلبي، ولحم مفروم، وبصل، وطبعا شوية الدهن. وحستعمل رز مصري قصير الحبة، ولكن إذا حبيتوا تطبقوا هذه الوصفة بالرز البسمتي، عارفه البسمتي اللي بيبقى طويل هيك رفيع شوي، ممكن نستعمل هذا الرز، ما في عنا مشكلة. في بعض الوصفات ما بينفع، فأنا بوضح لكم دائما كل الأمور على حسب نوع الرز اللي حنستعمله. خليني في الأول أتكلم شوي عن المكسرات. بتعرف الأسماء المكسرات هذه؟ طب برافو، رائع جدا. أنا عندي هون الصنوبر، ما حنعمل فيه شيء. للوز طبعا، لتقشير اللوز خلينا نقول ملاحظة سريعة، بحطه في ماء ساخن لبضع دقائق، وبعد هيك بضغط عليها فبتنفصل القشرة بهدوء، وبالسكين بفصل اللوزة إلى نصفين عشان ما تبقى سميكة، بتبقى مش لذيذة في القلي. نتكلم عن الفستق الحلبي، هذا فستق حلبي مقشر، نفس الطريقة. يمكن ناس قليل جدا ما نقشر الفستق الحلبي، أنا عارفة، ولكن لما بيبقى مقشر بيبقى هيك أشيك و موضوع تاني خالص. طبعا بياخد منك وقت، وبنفس طريقة اللوز حنقشره بعد ما ننقعه في مي سخنة، ونصين بنقطع كل قطعة بهذه الطريقة. حبتدي في الأول أجهز المكسرات. طالما هيك احنا حنستعمل الدهن لطبخ الرز، فأنا ممكن أستفيد من نفس الدهن هذا أني أقلي فيه المكسرات. حسخن النار وأبتدي أضيف شوية زيت إذا حبينا مع سمنة، ممكن نخلط الاثنين، ممكن نكتفي بالزيت بس حسب أنتوا شو بتفضلوا. خلينا نأخذ شوية سمنة، تعطينا السمنة بفضلك. وححتاج منك تجيبي لي طبق من هناك، طبق الأبيض الواسع هذا، عشان نحط عليه قطعة من الورق نقدر نشيل المكسرات بعد ما نقليها. الورق هيدا صح؟ ايوه، الورق السميك. دائما هذا الورق مفيد انه يكون موجود عندنا في المطبخ، بنستعمله لعدة استعمالات. نتأكد انه بس الدهن عندي داب، وابتدي اقلي المكسرات. طبعا هي يمكن كمية المكسرات هذه كثيرة، مش هقليها كليتها، هاخد بس نص الكمية. يفضل ياخذ شوية تحمير بعدين بنضيف الفستق، عشان بعض المكسرات تاخذ وقت اطول من الثانية، مش كليتها بالضبط. مش كل المكسرات بتاخذ نفس الوقت. وست البيت طبعا بنحاول في رمضان نستفيد من الوقت قدر الامكان، فاحنا يوميا اذا بتلاحظي ماما يوميا يمكن تقلي مكسرات وبتستعمل مكسرات بأغلبية الأحيان، وخصوصا في رمضان يعني. فممكن نعمل كمية ونخليها بالثلاجة، وقت اللزوم نطلع ونستعملها على طول، ما بصيرلهاش أبدا أي شيء. أو ممكن نقشر برضو كمية ونحطها بالثلاجة، عشان ما يكونش يوميا عندنا نفس العمل نضطر إنه نكرره، فبنلاقي حالنا بذلنا مجهود كتير كبير. أثناء ما حنقلي السنوبر، أقصد اللوز، نتكلم شوي عن الرز. ايش رايك تصفي لي انت الرز؟ انا نقعه في المي، طبعا نغسله كويس وننقعه على الاقل شي ربع ساعه،
عندك المصفاية الزرقاء هذه حلوة، جيبي لنا إياها. شو رأيك؟ وتصفي لنا بس الرز لبين ما إحنا نتابع قلي اللوز. هلا أنا ممكن أضيف السنوبر عشان يأخذ على طول مع اللوز، وممكن نضيف شوي من الفستق الحلبي. خدت بالك أنا حطيت اللوز أول عشان يأخذ وقت شوي. مهم جدا نقلب بالمكسرات وإحنا بنقليها عشان تأخذ نفس اللون. وبرضو الجماعة اللي بيحبوا يخففوا شوي من الدهن ممكن نحط المكسرات بالفرن ونحمسها، على فكرة برضو بمشي الحال. هلأ المكسرات أخذت اللون الذهبي لطيف، نبتدي نشيلها ونخلي بالنا إنه بعد ما نشيلها حتضلها تستمر هيك شوي بتغير لونها لأنه لسه بتبقى سخنة، وخصوصا السنوبر لازم نشيله قبل ما يغمق كتير عشان ولا غمق كتير. أيوة. إحنا هلأ شلنا كل المكونات، شو رأيك؟ هيك كله مرة واحدة نقلها بسرعة وكسبنا وقت بدل ما نقعد نقلي كل نوع لحاله. شو رأيك بالفكرة؟ حلوة. أعزائي المشاهدين هلأ خطوتنا التالية، حنسيب طبعا إحنا هالمكسرات لتأخذ راحتها. ممكن تعطيني اللحمة لو سمحتي؟ أكيد. أوكي، عنا 250 جرام من اللحم مباشرة على نفس الدهن اللي قلينا فيه المكسرات. مجرد بس ينشف عندي اللحم شوي ويتغير لونه، لاحظي على طول بيتغير اللون. أظن هاي الوصفة سهلة عليكي، ما فيها أبدا أي مجهود. وصفاتك سهلة حبيبتي. بقلب لغاية ما أحس إنه خلص تغير اللون. أنا مش مهم عندي 100% يستوي لأنه لسه هحط الرز وحيأخذ وقته على النار، فما في مشكلة عندي. هلأ بقدر أضيف البصل. من فضلك عطينا البصل المفروم. تسلم إيدك. الله يسلمك. ببتدي أشوح برضو لغاية بس ما البصل بدي اياه هيك يتحمص هيك مع اللحمة وياخذ طعم عشان ما يصيرش الأكل كأنه مسلوق سلق. شايفة هالخطوة هذه فعلا بتعطينا طعم كتير لطيف. ونبتدي هلأ نحط البهارات اللي بنحب نستعملها لهذه الوصفة. طبعا البهارات على حسب رغبتكم، إذا بدكم تغيروا احنا بنقترح دائما بهارات في بعض الأطباق ولكم حرية الاختيار. نحتاج معلقة صغيرة. اوكي، بهار مشكل، وعندنا شوية هيل وشوية قرفة. وشو رأيك تعطيني بس نحط شوية فلفل أسود؟ كيرا حبي مسكيها شوي. تمام. هلأ بتحسي لما حتى حطينا البهار هيك طلعت ريحة اللحمة أطيب. البهار يطيب. طبعا، وزي ما قلنا ما نستعجل عشان هيك يتحمص عندي اللحم مع البصل. سمع الصوت هذا؟ هذا الصوت اللي بيعطيكي نتيجه انه يعني او مؤشر انه خلص استوت وانه المي خلص بدت تنشف، فاللحمه بدت هيك تتحمص. عارفه كيف بنسميها هيك وتتقلب هيك كويس. شايفه هذه اللحمة أساسية على فكرة، ممكن نستعملها لحشوة السمبوسك، المكرونات بالضبط. ممكن نحط منها كمية بالبراد، وخصوصا زي ما قلنا في رمضان. سمع الصوت؟ كل ما عم دال الصوت عندي أكتر، كل يعني ما المي نشفت وقلت أكتر والطعم صار أزكى. يعني ناخد وقتنا، معلش ما نستعجل. شايفة؟ شو رأيك هلأ نبتدي نضيف الرز؟ من فضلك عطيني الرز. تمام، تسلم ايدك. الله
حبتدي هلأ بس أحرك الرز تحريكة خفيفة مع اللحم. هالتحريكة هذه إيش معناها؟ بيخلي لي حبات الرز هيك مفتحة عن بعضها وبيعطي طعم للرز كتير لطيف. بس نمر يعني شي دقيقة مش أكتر من هيك. هلأ خلصنا إحنا الطبخة. حبتدي أضيف إما مي أو مرقة على حسب الموجود عندك. مرق اللي هو خلاصة بكون سلقة دجاج أو سلقة لحمة بقدر أستعملها. بضيف مقدار المي. حتى لو حطيتوا أنا هلأ عم بصب أو أضفت مرق، إذا عندكم شي مرق أو حبيتوا تحطوا مي طعم اللحمة حيعطيني طعم كتير غني. يعني هذه المرق إذا تقول الدلع أزيد، بس هو بحد ذاته لو طبختوها بالمي بتبقى كتير مناسبة. بحركها هيك تحريكة خفيفة، بخليه يغلي ياخذ هيك غلوة خفيفة، وبعدين بغطي وأوطي النار وأسيبه هيك شي نص ساعة، بلاقي لحاله استوى وأعطاني طعم رائع جدا ولذيذ جدا. سهلة؟ حبيبتي. أعزائي المشاهدين خلينا أنا وهيماء نشوف مع بعض كيف بدنا نزين الطبق ونقدم لكم إياه. أعزائي المشاهدين إحنا حطينا الرز باللحم بقالب كيك بس عشان نعطيه شكل، وحنختار طبق مناسب نقلبه بهذه الطريقة. نخليه بالنص شوي ونبتدي شوي شوي نرفع القالب بهذا الشكل هذا. هلا انا وهيماء كل واحد يزين هيك بفن كيف بتحبي نوزع المكسرات. خلينا ناخذ معلقه صغيره هيك، واحده لك واحده لي، ولا انا اوزع شويه بقدونس وانت توزع المكسرات؟ اوكي تمام تفضلي. بوزعه عليه ولا عليه على الاطراف تحت؟ لانه كله حيتاكل هيك سوا، يعني خذي راحتك. يعني شكله بشهي صح؟ كثير خصوصا مع المكسرات. المكسرات طبعا حتعطيه طعم كثير، وحلو كمان نكتر يعني تشكيله مكسرات. اعزائي المشاهدين اي نوع من المكسرات ممكن نستعمل. بندق على فكره بيبقى كثير لذيذ، الفول السوداني برضه، برافو عليك، الكاجو. عم بستعرض ايش ممكن وزعهم كلهم لازم يبقى ريتش يعني عارفه، وخصوصا هذه الاكلات للعزايم والولايم. زي ما قلنا الرز هذا بيبقى طبق جانبي كثير لطيف. ايوه شفت الطريقه كثير سهله صح؟ ما بياخذ وقت كثير، ما بياخذش ابدا وقت، وخصوصا اذا الصبايا زيك حبوا يجربوا هيك يساعدوا ماما في هيك اكلات. بس انتوا حاولوا تشرحي لماما عشان تكون عارف انك اخذتي فكره وتجربه حلوه معي. لما بروح على البيت حاسئله يا ربي. خلص اوكي روح قلبي خلص. انا بس حوزع شويه هيك خضار هيك في الطبق. احنا طبعا الطبق هذا مختارينه على لبسي انا صح؟ شو رايك؟ اعزائي المشاهدين ان شاء الله الطبق يكون عجبكم. خدتي بالك لما ضفت اللون الاخضر على طول قوي عندك الفستق؟ حسيتي بلون الخضار تاع الفستق زاد اكثر، عشان تشوفي كيف اللعب بالالوان كثير مهم وفعلا بيفتح شهيتنا للاكل. نبتدي نجهز طبقنا الرئيسي. ايه يلا. أرز باللحم والمكسرات.